أهلا بكم في موجز الأخبار. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا هاتفيا أمس من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، هنأه فيها بالذكرى 67 لاستقلال السودان المجيد والعام الميلادي الجديد، وجرى خلال الاتصال بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو أكد عدم التهاون مع المجرمين والمتفلتين، داعيا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية بعيدا عن تلفيق الأكاذيب وزرع الفتن لتحقيق أجندة بعيدة عن مصالح الوطن. وشدد دقلو خلال مخاطبته ملتقى أموري للتعايش السلمي وحفل التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الداج والرزيقات بمنطقة أموري بمحلية بليل، شدد على ضرورة وحدة الصف والكلمة. اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي اطلع على مجمل الأوضاع بولاية غرب كردفان، لا سيما الأوضاع الأمنية وسير عمليات المصالحات المجتمعية، واطمأن خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس اطمأن على وفد حكومة الولاية برئاسة الوالي خالد محمد أحمد جليل، اطمأن على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية لاستتباب الأمن ومعالجة التفلتات الأمنية إلى جانب عمليات العودة الطوعية للنازحين. احتفلت ولاية النيل الأبيض بميدان المولد بربك بأعياد الاستقلال المجيد وسط حضور رسمي وشعبي كبير ممثل في حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والرياضيين ورموز الإبداع، وحيا والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله، حيا نضالات وتضحيات الرعيل الأول من صناع الاستقلال، وعدد إنجازات حكومته في مشروعات التنمية والخدمات بكل محليات الولاية في مجالات المياه والكهرباء والطرق. أكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية نهر النيل المعتصم الطاهر محمد على متابعتهم اللصيقة لكل مشاريع البنى التحتية والتنمية بالولاية، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس والتي وقف من خلالها على سير العمل في شارع الدكاترة وكوبري خليوة بمحلية عطبرة، وأشاد بحجم العمل داعيا الشركة المنفذة لمضاعفة الفرق العاملة في أعمال الباركينات بالكربستون والإنترلوك، وذلك للانتهاء من العمل في فترة وجيزة، مشيرا إلى أهمية الشارع وحيويته وارتباطه براحة المواطن، وأكد متابعتهم ودفعهم للعمل حتى يكتمل بصورة جيدة. المشاهدين الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم متابعة صفحات الشروق على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.